هذا الفيديو برعاية بيلولو. شهر جديد، أخبار جديدة من برنامج إيجي ويكلي، تابعونا. نبتدي أول خبر اليوم مع شركة سوني وألعابها المجانية لشهر أكتوبر. الألعاب كالآتي: Broken Age Super Meat Boy على جهازي PlayStation 4 والPS Vita، Unmechanical Extended على جهاز PlayStation 4 والPlayStation 3، أما Kick Beat وKung Fu Rabbit على PS Vita والPS 3، وأخيراً Chariot على PS 3. هذه الألعاب رح تقدرون تنزلونهم في شهر 6 أكتوبر لهذا السنة. وننتقل للخبر الثاني لمحبي ألعاب العصابات. الخبر هذا طلع من لايف ستريم اللي صار في توكيو جيم شو، والخبر يقول لك: نشر لنا منتج لعبة ياكوزا 6 فيديو جديد للعبة، واللي راح تصدر على PS4، والمثير في هذا الفيديو وجود الممثل الياباني المشهور السيد تاكشي كيتانو. ولحد الآن ما نعرف الممثل هذا شنو دوره داخل اللعبة. وننتقل معاكم للعملاق الأحمر: أعلنت شركة نينتندو عن عدد مبيعات لعبة ماريو ميكر اللي تجاوزت فوق المليون نسخة حول العالم، وفوق هذا في فوق المليونين مرحلة تم تصميمهم من قبل اللاعبين داخل اللعبة، وأن جميع تلك المراحل انلعبت من قبل اللاعبين فوق 75 مليون مرة. الجدير بالذكر أن لعبة ماريو ميكر صدرت في تاريخ 11 سبتمبر لهذه السنة حصرية على الويو. وهم الجدير بالذكر أن اللعبة هذه حاصلة على المركز الأول للحين في اليابان. للأسف مو بخاطري أنهي الحلقة بخبر حزين، ولكن كشف مدير مجتمع اللاعبين بالقسم البريطاني من شركة كونامي في مقابلة بأن في هناك شركة تستطيع إنتاج أجزاء جديدة للعبة Metal Gear Solid دون وجود كوجيما، حيث صرح المدير بأن السلسلة ونجاحها لا تعتمد فقط على وجود كوجيما، وأن هناك شركات أخرى تستطيع صناعة ألعاب Metal Gear بنجاح مثل شركة Platinum Games التي عملت على لعبة Metal Gear Rising. صراحة ما توقعتها من شركة كونامي، شيء وايد وايد يزعل، وأنا كنت يعني حاط أمالي بمستر كوجيما، ولكن ما نقدر نسوي شيء. وإذا حابين تشوفون أخبار أكثر من كذي زوروا موقعنا www.extravagaming.com. وصلنا معاكم لفقرة الجيفاوي. ألف مبروك للرابح IM5 Games، ربحت معانا لعبة Destiny The Taken King على PS4. أما الجيفاوي لهذا الأسبوع لعبة Peace 16 على الجهاز اللي أنت اختاره. إذا حاب تشارك بالسحب ما عليك إلا تسوي لايك سبسكرايب شير لهذا الفيديو. نشوفكم في الحلقة القادمة. Peace. ليش لحين ناطرين؟ ترى هالأسبوع ماكو شيء يضحك.